ثواني يا ريس. طب بص هاخد حته من الصفحه الثانيه بس ثواني مظبوط ثواني والله العظيم دقيقه واحده بس والله هخلص اخر كلمتين هخلص كلمتين بص يلا بقى عبد الله متاخرين عايز ابقى محاسب يا ريس محاسب ايه يا عم انت اخرك مندوبه معايا اصلا مندوبه معايا فاشل كمان على ابو الاحباط اللي بالطريقه دي يلا اوكي يلا يا فاشل حاضر يا ريس يلا كلاك بقى كل سنه وانتم طيبين مش بمناسبه اللي احنا في شهر 12 داخلين على الكريسماس لا احنا دلوقتي في موسم الامتحانات او بمعنى اصح موسم الطالب المصري بمجرد ما انت تبقى قاعد في الكليه ومقضيها طول السنه بومب ومراجيح وهق ومق وشخاليل ومليطه لحد اما تيجي اللحظه الحاسمه وجدول الامتحانات ينزل لا الدكتور امام عبد الله بيقول لا عم عباس الضو بيقول لا عباس الضو بيقول لا تيجي بقى بعد كده للحظة الأصعب بعد ما جدول الامتحانات ينزل يبدأوا ينصبوا الصوان بتاع الامتحان في الكلية نصب الصوان الطالب المصري أربع أنواع أول طالب الطالب الدحيح وده معروف اللي هو بيحضر كل المحاضرات والسكاشن وبيقعد في أول بنش ودوت في الآخر بيبقى تقديره ما بين جيد جدا امتياز جيد في الحاجات دي تاني نوع من الطلبه الطالب الرايق وده اللي مظبط نفسه يعني معاه ورقه ومظبط كورساته ويجي قبل الامتحان باسبوع اسبوعين كده يعمل بيات شتوي ويقوم داخل الامتحان يعني بترزق يطلع له برده بجيد مقبول شغال تالت طالب ودوت الطالب السهون او ممكن تقول عليه دوت الطالب اللي هو بيعمل ايه طول السنه يقول لك ما بذاكرش واول مره اشوف المنهج امبارح ومش فاهم حاجه ويجي بعد الامتحان تلاقيه مترشح معيد وده يقال عليه فعلا هو يكون فلاح رابع طالب والطالب السنتيح ده الطالب اللي مقضيها وبيفكرك بشخصيه فيلم ثقافي اللي هو لا معاه شريط ولا فيديو ولا تلفزيون بس عايز يتفرج تلاقيه مش مذاكر اي حاجه ولا مراجع اي حاجه بس جاي الامتحان عشان يمتحن وخلاص انا عاجي معاكم كده تيجي مع مين معاكم خلاص اللي يشوف حضرتك هو هيسرح شعره الاربع انواع من الطلبه دولت بيتفقوا على حاجه واحده اولها الخشوع الديني الخشوع الديني بيتمثل ان كل الطلاب المصريين اول ما يبداوا الامتحانات بيعملوا دي اكتيفيت للاكونت لمده ساعتين بس بعد ساعتين بيفتح الاكونت تاني وتلاقيه شخص تاني خالص ويبدا بقى ينزل بدروس لمصطفى حسني عمرو خالد ادعيه صور اللي يقول لك اذا لم تنشرها اعلم ان ذنوبك منعتك لا تخلق قبل ان تقول سبحان الله تاني خشوع بيخش فيه خشوع العائلي خشوع العائلي تلاقيه بقى بيبدا يسمع كلام مامته ما يعليش صوته عليها كل شويه يبوس ايدها تحتاج تشرب يجري يجيب لها كوبايه ميه تحب حاجه من تحت ينزل يجيبها لها يجي على بعد كده على ابوه بيسمع كلام ابوه ما بيزعلهوش في حاجه ابوه يقول له على كل حاجه حاضر تالت خشوع بقى بيخش فيه خشوع ناحيه اخواته يعني ما بيتعاركش مع اخوه على اللابتوب ولا بيتعارك مع اخته اللي هي بتاخر في الحمام بيبدا يتغير تماما وبيخضع للخشوع الديني والخشوع العائلي تيجي بقى لشخصيه الام والاب مبدئيا شخصيه الام تلاقي نفسك وانت نازل ورايح الامتحان بالنسبه لك امك دي المثال الديني اللي بتتفرج على قناه الرحمه وقناه الناس وطول اليوم بتصلي وتصحى الفجر تصلي وتصحيك معاها ايام الامتحانات فتيجي بقى وانت رايح الامتحان تقول لها والنبي يا حاجه ادعي لنا دعوه حلوه تقول لك روح يا ابني الهي ربنا يديك على قد مذاكرتك والنبي تشوف لنا دعوه ثانيه تيجي بقى لشخصيه ابوك ابوك طول الوقت كل اللي يهمه ان انت تذاكر لان هو طالع عين امه في الفلوس اللي بيصرف عليك في المذاكره فطول اليوم ماسك كلمه واحده ذاكر 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 فالمهم تعصر على نفسك نص ليمونه وتقعد تذاكر لاول مره في حياتك 3 ساعات متواصله
بعد ما تخلص تروح له تقول له اي خدمه حاج، انا ذاكرت اهو. يقول لك وانت بتذاكر لي؟ ما انت بتذاكر لنفسك. طب اعمل ايه؟ التجربه العمليه اثبتت ان الطالب المصري اول ما بيقعد قدام الكتاب بتظهر جواه نواحي ابداعيه. فجاه اول ما تفتح الكتاب تكتشف ان انت عايز تروح السينما، واللي انت كنت بترسم من وانت في ثالثه ابتدائي، واللي انت كنت بتعرف تكتب شعر وانت في ثالثه اعدادي، واللي انت عايز ترتب اوضتك، واللي انت عايز تطلع تقف في البلكونه، واللي انت عايز تعمل حاجات كتير قوي اول ما بتقعد قدام الكتاب. فازه. نيجي بقى للامتحان. احنا شعب طيب قوي، يعني يقول لك المذكره دي بتلم المنهج بنصدق، يقول لك المذكره دي لو ذاكرتها هتجيب امتياز بنصدق، يقول لك المذكره ديت المعيدين كانوا بيذاكروا منها برضه بنصدق. احنا شعب طيب قوي يا اخوان. تيجي لاول مرحله اول ما تنزل ورقه الاسئله، مرحله مصدومه. مصدومه بجد ومش بنطق ولا عارف ارد. مصدومه. تاني مرحله بتخش فيها مرحله التامل في السقف، وتلاقي الطالب يفضل باصص في السقف، ولا كان الاجابه مكتوبه في الكرانيش، ولا كانه داخل اصلا يمتحن في كرانيش العصر البيزنطي. عشان كده كنا عايزين نقول لكل الطلبه، مش مهم ان انت تذاكر الترم الثاني، انت استفاد من اخطائك في الترم الاولاني. الترم الثاني هيخش عليك، بدل ما بتصرف فلوسك على ايتن وهايدي ولولو وسوسو، لا اصرف كل فلوسك على الدحيح. بس خليك ذكي، يعني ما تصرفش فلوسك على واحد دحيح مش في نفس اللجنه بتاعتك. اختار الدحيح اللي معاك في نفس اللجنه واصرف عليه فلوسك، وادفع له في الميكروباص، وصور له ورق، واشتري له كريب، لان دوت هيفيدك. لان احنا مش عايزينك بقدر الامكان الترم الثاني تجتهد وتذاكر وتحضر، لا لا فاكس الجو ده، لان انت في الاخر هتقعد على القهوه. فبقدر الامكان الترم الثاني استفاد من اخطائك وانتم قوي مع الدحيح. بعتني امكان يا صاحبي. في النهايه يا جماعه انا كنت عايز اشكر كل الناس اللي واقفه جنبي، وعايز اخص بالذكر انكل يحيى البواب بتاع العماره اللي فيها الاستوديو. كمان كنت عايز اشكر طنط عنايات اللي ساكنه فوقينا ودي بتدعي لنا كل ما بنبقى بنسجل. كمان كنت عايز اشكر الصيدليه اللي جنبنا. لحظه يا ريس، لحظه يا ريس، انت بتطفي ليه؟ لحظه 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 يا عم، لحظه يا عم، ما طفيش يا عم. ريس لسه يا ريس، لسه يا ريس، يا ريس لسه. احنا بتوع التكاتك واحنا بتوع نهر النيل، احنا الفرعنة اللي بقينا زي بلاد الفيل. حاجات كتيرة فيكي ما بتعجبنيش، كل اللي فيكي نفسه يسافر وما يجيش. احنا بتوع التكاتك واحنا بتوع نهر النيل، احنا الفرعنة اللي بقينا زي بلاد الفيل. حاجات كتيرة فيكي ما بتعجبنيش، كل اللي فيكي نفسه يسافر وما يجيش. مصر بلد التاريخ، شعب وحضارة محيراني، تزرع فيها رز شعير، تطرح كبدة اسكندراني، اشحن تكسب ثواني، خد فكرة وتعالى تاني. الزمالك يكسب طول الدوري وبرضه يطلع مركز تاني. دور على المنطق ما تلاقيش، شعبي مش لاقي العيش. طول رمضان الحد صايم في الوقفه يشرب حشيش، حط التليفون في الطرحه، سايق العربيه وسرحه، لابس حجاب سبع ادوار مليان ترتر الوان وفرحه. شيخ يقول مليون حرام وكل دماغه في النسوان، تشتري احدث موبايل وعادي بالليل تنام جعان. علم ملزوم في كل حته، شعب وطني بالفطره هي مصر.